عاطف، هو اكبر تحدي بيواجهنا هو ايه؟ يعني احنا خلصنا ان شاء الله مشكله التمويل ومساله تاخد تراخيص وهتفق على تفاصيل الشراكه اللي بيننا وبين الجانب الروسي. احنا دلوقتي يوم ما يحصل ايه نقول كده احنا خلاص الموضوع ان شاء الله ماشي وهيكمل. يعني هو طبعا انا شايف يعني يمكن الحاجه الوحيده الواحد يخاف منها الروتين الحكومي. في مصر؟ برضو؟ رغم اي حاجه في الدنيا لو فيها روتين حكومي، لكن انا يعني متفائل بالنسبه لهذا المشروع لسبب بسيط جدا. هذا المشروع عوامل النجاح بتاعته متوفره. اولا القياده السياسيه مهتمه جدا، يعني سياده الرئيس مهتم جدا بهذا المشروع ومتابعه باستمرار. معالي رئيس الوزراء متابع هذا المشروع على كثب. كافه الوزراء المعنيين يعني مهتمين بهذا المشروع. لا بس مش هنسيب موضوع ان الروتين الحكومي خايفين منه. قول لي بس فهم هو الورق. ايوه هو الورق فين ومعنيين دلوقتي عند مين؟ الروتين الحكومي يعني ممكن جدا. لا بص يا فندم، الروتين الحكومي يعني ممكن جدا موظف صغير في اي حته يعني يقول لك نووي ايه لا ممكن يوقف حاجه عنده مثلا، يوقف موضوع المفروض يخلص النهارده، لان احنا في المشروع كل حاجه باليوم، كل حاجه بالساعه. يعني لو في اي حاجه اتاخرت لا في مسؤوليات، يعني في الجانب المصري عليه مسؤوليات والجانب الروسي عليه مسؤوليات. طب أي هو معلش الورق ويعني ان انا اخلص التراخيص والاجراءات عند كم وزاره وكم جهه لا مش دي اللي مخوفاني. يعني التراخيص والاجراءات طبعا في عندنا هيئه اسمها هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه، ودي هيئه مستقله تتبع معالي رئيس الوزراء. وطبعا هم عارفين دورهم. هيئه ثالثه دي الهيئه الرابعه بقى، دي اخر هيئه انبثقت عن هيئه الطاقه الذريه. انبثقت اخر هيئه انبثقت عن هيئه الطاقه الذريه. على المستوى الانساني صديقي جدا. عايز تقول بثق مننا حاجات كتير. عملنا كل الهيئات هيئه الرقابه هيئه لا مع سيادتك برضه اللي هيبقى مشرف عليها او هتنبثق لا بس دي هيئه مستقله، دي هيئه مستقله هي المسؤوله عن اصدار التراخيص، هي المسؤوله عن مراجعه كافه التصميمات وكل ما يتعلق بالمحطه النوويه. كويس. القانون محدد لها تواقيت زمنيه محدده، الملف لازم عندهم يراجعوه، المفروض يدوا ترخيص في وقت محدد. تمام. فدي انا مش متخوف منها، لان دول ناس بروفيشنال بيشتغلوا. تخوفات من ان احنا طبعا في حاجات بتيجي توريدات، في حاجات بتوصل بتيجي عن طريق المواني، بتيجي عن طريق الجمارك، بتيجي عن طريق كذا. في طبعا رغم ان تم تعديل نهايه المحطات لاعطائها طبعا بعض المرونه وبعض الصلاحيات، عشان طبعا يعني اعفاءات من بعض الاجراءات، الا ان الواحد دايما يعني هي دي ده الحاجه الوحيده اللي احيانا بتعوق العمل، انه فعلا ممكن تلاقي اجراء عمل روتيني او حد روتيني يوقف لك حاجه. طبعا هنضطر نرجع للرئيس. هي اراده. ايوه الراي اراده سياسيه. يكون في حد بالظبط هيزل الموضوع، لكن اذا حصل اذا ضعف هذا وده طبعا انا اشك ان ده يحصل ان شاء الله. طبعا ده حلم وده مشروع قومي، كل دوله خلفه، كل دوله بتدعم هذا المشروع. لا انا هقول لك فيعني ان شاء الله يزيد التخوف ده. هقول لك حاجه يا لبنى هنا، انا متهيألي كلام الدكتور عاطف يقصد ايه؟ المشروع ده بدا مع حد في السلطه لسبب العظيم. كنت لسبب طب انا فكرت دلوقتي انه بعد كده هيحصل ايه؟ هل المشروع والعقد ده ملزم ولا يجي بعد 4 سنين يقول لك لا والله انا مش عاجبني ونلغي الموضوع نعمله في حاجه ثانيه، نعمله في المقطف. عارف اللي هو يقول لك انا مش عاجبني التاسكين بتاع الطب. انا ما ينفعش ممكن. ما ينفعش يعني مع الجانب الروسي الاتفاق. انا زمان كنت بعتقد كده. لا 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 اصل في حاجات حضرتك ما ينفعش. في مصر عايزين نقول القطر انطلق من المحطه. بالظبط القطر طلع. يا رب ان شاء الله. لا باذن الله اراده وطن. اخبار قرار شخصي. صحيح. اخبار الوقود ايه؟ الوقود اللي هيستخدم في المفاعل او في المحطه؟ لا طبعا يعني هو كان في من ضمن العقود بتاع توريد المحطه في عقد لتوريد الوقود، والعقد ده طبعا بيضمن توريد الوقود طول عمر المحطه. المحطه العمر الافتراضي بتاعها 60 سنه. كل مفاعل عمره الافتراضي 60 سنه. فاحنا في عقود بتضمن ان الجانب الروسي يقدم يورد الوقود النووي في مواعيده وقت احتياجنا بشكل منتظم وبشكل دوري وملزم للجانب الروسي. هو احنا انا طبعا انا مش خبيره ومش فاهمه في الحاجات دي، بس احنا ما نعرفش نعمل وقود ده يعني احنا بنعمل بالنسبه لنا احنا بنعمل الوقود النووي الخاص بمفاعل الابحاث. يعني احنا عندنا مصنع الوقود النووي لمفاعل الابحاث. طبعا مفاعل الابحاث مفاعل صغير مش هقول لك التخصيب لغايه نسبه معينه او درجه معينه بعد كده يبقى فيه لا احنا بنجيبه من بره اليورانيوم المخصب، وبعد كده احنا بندخله المصنع عندنا بنصنعه، لان طبعا لازم ياخد بيبقى ليه شكل معين وليه ابعاد هندسيه معينه بيتعمل. فاكر ممكن اسال ليه يورانيوم يجي لنا مخصب؟ لان احنا ما نعرفش ما نقدرش نخصبه عندنا، يعني احنا ما عندناش وحده تخصيب. لان طبعا هو في قيود دوليه شويه على موضوع التخصيب، لان اليورانيوم المخصب له استخدامات، ممكن استخدامات سلميه واستخدامات غير سلميه. فبالتالي هو عليه قيود دوليه، لكن احنا من حقنا طبعا احنا من حقنا. فاكر يا دكتور لما جيت ايام دكتور البرادعي وكان وكاله الدوليه للطاقه الذريه، ويعني بعتت فريق من عندهم وفد وقالوا في حاجه بتحصل في مصر وفي تخصيب لدرجه معينه والكلام ده كله، واحنا ساعتها حتى احنا كده كمواطنين فرحنا قلنا احنا بنعمل حاجه بس انتوا مش قايلين لنا، يعني احنا بنخصب بس ما حدش يعرف. فقلنا حلو يعني احنا طبعا مهم جدا ان احنا مصر اولا احنا بنشهد شفافيه كامله.
احنا بنشتغل بشفافيه كامله وبنلتزم بمعاهداتنا، مصر بتلتزم بالمعاهدات الموقعه عليها، مفيش عندنا اي حاجه بهذا الشكل. وكل الموضوع اللي كان اثير وقتها كانت مجرد زوبعه لغرض ما، هم اثروها وفي الاخر انتهت، لان طبعا كانت مش مبنيه على اساس، ما كانش لها اساس يكون في يعني اساس يعني. لا انا اسف جدا ان انا